نعم هاجر العابد، نعم بن عمراني بن عبيد، نعم بن عبيد أعطيني الجواب. تفضل بن عبيد. علاء الدين شغل الصوت وأجيب. سنأخذ السرعة التي تسير بها الساحنة في أسد سعد، سنأخذ 84 وهي 84، سنقسمها على 480، سنقسمها على 6 وستتم السرعة المتوسطة وهي 680. نعم، إذا عندما أقول السرعة المتوسطة هي المسافة التي تقطعها السيارة أو الشاحنة خلال، هي المسافة خلال ساعة واحدة. إذا بمعنى أنني هنا سأبحث عن معامل التناسب، إذا معامل التناسب بقسمة 480 على 6، إذا 480 مقسم على 6 يعني 80 كيلومتر، إذا السرعة المتوسطة لهذه الشاحنة هي 80 كيلومتر في الساعة، إذا إذا أردنا تطبيق القاعدة سنقسم المسافة على المدة، مفهوم؟ هل من سؤال؟ محمد أمين أبو سعيد رفع يده، نعم السي محمد. نعم أبو سعيد هل لديك سؤال؟ أمين أبو سعيد؟ نعم. ما هو سؤالك ولدي؟ تفضل السي أبو سعيد. ليس لديه سؤال أستاذ. نعم نواصل نواصل. إذن قلنا السرعة، أعيد، السرعة المتوسطة هي معامل التناسب، يعني المسافة المقطوعة خلال ساعة واحدة وتكون بقسمة المسافة على المدة. إذا ننتقل إلى التمرين التطبيقي لأنه مهم كذلك. نعم، إذا تسير سيارة بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، إذا هنا نريد المسافة التي تقطعها، انتبهوا للمسافة، لدينا 3 ساعات و15 دقيقة، إذا لدينا ساعات ودقائق. أستاذة أمينة، نعم، ربما دي من الأمور التي عاشوها السنة الفارطة في الأعداد الستينية، يعني سوف لن يجدوا معها مشكل. إذا من يعطيني فكرة كيف سأنجز تمرين؟ إذا صادفت وضعية مثل هذه كيف سأتعامل معها؟ إذا ربما نساوى شيء سي عبد الرحيم. لا ما نظن شيء. أيوب العميرة تفضل. أيوب العميرة، أيوب العميرة، حفصة من جديد، حفصة تفضلي، حفصة من جديد، حلوم عبد النور، حلوم عبد النور، هبة الحداد، هبة، إيمان السرات، لم أتذكر القاعدة، هبة الحداد تفضلي، هبة. إذن انتهينا من رفع الأيادي، الأيادي منكوسة لجميع التلاميذ، لست أدري كيف ننسى درسا بهذه الأهمية. نعم أكدنا بأنه لهذا أردت نعم لهذا أردت الإشارة إليها. لماذا؟ لأنها مهمة، قد نصادفها في امتحانات في تمارين نعم. مقبلة أو في إسراء العدادي رفعت يدها. إسراء العدادي تفضلي. نعم يلا عدادي. إسراء تفضلي، إسراء تفضلي بنيتي، ارفعي صوتك، ارفعي صوتك لنسمعك. نقوم بضرب 80 كيلومتر. لا نسمع جيدا إسراء. نقوم بضرب 80 كيلومتر في 3 ساعات ونقسمها على 6.5. هل تسمعين أستاذ أمينة؟ نعم أسمع أسمع. تفضلي تفضلي إسراء. على مدى ستقسمين؟ نأخذ 8 كيلومتر نضربها في 3
زائد 8 كيلومتر مقسمة على 4. تبي إسراء، تبي. إذن أستاذة سنطلب منك أن تعودي بنا إلى سنة قد خلت. نعم. الأعداد الستين. إذن عندما نصادف، نعم، إذن عندما نصادف وضعية تكون فيها المدة بالساعات والدقائق، فالمسألة بسيطة جدا. آخذ دقائق وأقسمها على ساعة واحدة كم تساوي من دقيقة؟ ساعة واحدة كم تساوي من دقيقة؟ إسراء أجيبي. إسراء، إسراء لديك الكلمة. حلوم. واحدة فيها 60 دقيقة. إذن 60 دقيقة. إذا صادفت وقلت وضعية تتضمن مدة فيها عددين، يعني فيها وحدتين، فيها الساعات والدقائق. إذا سأخذ دقائق وأقسمها على 60. أقسمها على 60. يعني هنا قبل أن أحسب المسافة المقطوعة خلال مدة 3 ساعات و15 دقيقة، أولاً أحول الدقائق إلى ساعات. ولتحويل الدقائق إلى ساعات سنقسم على العدد 60. نعم، إذا 15 دقيقة، يعني 15 مقسمة على 60 تساوي هنا 0.25 ساعة. بعد ذلك أقوم بعملية الجمع. إذا لدي 3 ساعات ولدي 0.25 ساعة، بمعنى 3 زائد 0.25 تساوي 3.25 ساعة، يعني 3. مفهوم؟ إذن هنا حولنا إلى عدد عشري. هناك طريقة أخرى ولكن أنا أحب أو أحبذ العمل بهذه الطريقة لأنها أبسط. نحول إلى دقائق إلى ساعات، أو نحول الساعات إلى دقائق. نحول المدة بكاملها إلى دقائق. إذا للتحويل إلى الدقائق سنضرب الساعات في 60 ونضيف لها عدد الدقائق. هذه لم أشير لها، فقط أشرت لها شفهيا لأنني أجد أن هذه الطريقة هي الأسهل والأبسط. إذا 3 ساعات و15 دقيقة، سنحول الدقائق إلى ساعات وذلك بقسمتها على 60، فيكون مثلا هنا 15 دقيقة تساوي 0.25 ساعة. ونقوم بعملية الجمع. نجمع الساعات، 3 ساعات زائد 0.25 ساعة التي حصلنا عليها من 15 دقيقة، فيكون المجموع هو 3.25 ساعة. والآن نطبق القاعدة. إذا ما هي المسافة التي ستقطع هذه السيارة خلال 3.25 ساعة؟ مع العلم أن سرعتها المتوسطة هي 80 كيلومتر في الساعة. إذن هنا سنطبق فقط القاعدة. لا تنسوا إذا كان لدينا ساعات ودقائق نحول الدقائق إلى ساعات كذلك، وذلك بقسمتها على 60. هيا بسرعة نبحث عن الجواب. مفهوم المسألة هنا؟ أمال هناك سؤال؟ لم يرفع شخص يدا أستاذة. هناك الأجوبة تتوافد أستاذة سارة وحمان. نعم أرى. نعم طه أدري وش أكتب العملية كاملة قبل ذلك لابد من الإشارة إلى القاعدة. نعم سعد رحيم. نعم. استسمح، انتبهوا، دائما أقول أن قبل الإجابة أشير إلى القاعدة. أشير إلى القاعدة، لدي القاعدة بالرموز أشير إليها، بعد ذلك وأعوض بأعداد كل رمز العدد الذي يمثله. إذن هنا نبحث عن المسافة، والمسافة لديكم أمام الشاشة. إذن كل شيء على الشاشة يا دار. نعم نعم. مر والغزيل. نعم نعم جيد. إذن إجابات صحيحة. جيد قشقالي. نعم العمراني. نعم جيد.
نعم كش قال يعطيني الجواب جميع أجوب... نعم أجوبتكم صحيحة هذا جيد لا ثلاث ساعات نقسم على 60 ليلى نعم كش قال يعطيني الجواب سوف 80 في 3.25 تساوي 260 كيلومتر إذا 80 نعم إذا 80 في إذا هنا إذا نعم إذا استعملت الجداء المتساويين سأضرب في 3.25 وأقسم 1 إذا وإذا طبقت القاعدة سأضرب المدة في السرعة المتوسطة يعني سأضرب 80 كيلومتر في 3.25 ساعة فيكون الجواب هو 260 كيلومتر إذن أعيد نعم إذن لنحول أي كي نحول الدقائق إلى الساعات نقسم الدقائق فقط هنا لدي 3 ساعات و15 دقيقة لن أقسم 3 ساعات سأقسم فقط 15 دقيقة أقسم على 60 فأحصل على 0.25 ساعة مفهوم؟ إذا أعطي مثال مثلا إذا كان لدي 30 دقيقة 30 دقيقة كم تساوي بالساعات؟ يلا بسرعة 30 دقيقة كم تساوي بالساعات؟ إجابة في الرسائل النصية نعم مخيلفة نعم آخر أيوب لمير نعم ريحانة دريوش زياد نعم زياد أعطيني الجواب 30 دقيقة كم تساوي من ساعة شغل صوت زياد مرجامي مرجامي زياد نعم نوايل جيد نعم أجوبتكم صحيحة جميعا شغل صوت نعم. زياد مرجامي شغل صوت تفضل نعم أعطيني الجواب كيف حصلت على 0.5 ساعة أو نصف ساعة أخذ 30 دقيقة قسمنا على 60 نعم 30 مقسمة على 60 نعم 30 على 60 تساوي 0.5 نعم إذا كان لدي 45 دقيقة هيا الآن هيا 45 دقيقة كم تساوي من ساعة أحمد وراء أجابوا نعم أجوب بس نعم عمراني جيد نعم مروة أظنكم تستعملون المحسبة على الحاسبة الجاهزة أستاذ نعم وهذا دائما أقول مرفوض أرفض استعمال المحسبة نعم إجابات صحيحة إذن سنقسم نعم بوسعيد أعطيني الجواب بوسعيد شغل الصوت بوسعيد شغل الصوت ولدي كي حلفوا لي لا داعي للحلفان لا داعي إذا لا تستعمل المحسبة نستعمل فقط نعم الحساب الديني أو نشتغل العملية مباشرة على الورقة نعم أجيب ولدي نعم سنقسم 45 على 60 نعم حصلت على 0.75 أقول 0.75 ساعة إذا مفهوم المسألة؟ نعم إذن من تساؤل؟ ليس هناك من سؤال إذا كان لدي ساعات ودقائق أخذ الدقائق فقط أقول دقائق فقط وأقوم بقسمتها على 60 نعم تسألون من أين أتت 60 60 بمعنى 1 ساعة فهي 60 دقيقة 1 ساعة فهي 60 دقيقة نعم نقسم على 60 فبعد ذلك عندما نحصل على الجواب أضيفه إلى عدد الساعات التي لدي أعود دائما للمثال لدي 3 ساعات و 15 دقيقة قمت بقسمة 15 على 60 فحصلت على 0.25 أضفتها لثلاث ساعات
أصبح لدي 3 ساعات فاصلة 25. 3 ساعات فاصلة 25 هي 3 ساعات و15 دقيقة. هل هناك تساؤل؟ هناك 5 دقائق أستاذة، هناك 5 دقائق تفصلون على نهاية الحصة. نعم أعلم. إذا مفهوم الدرس؟ الله يرضى عليكم، أقولها وأعيدها، حفظ القواعد، حفظ القواعد. سيكون لدينا أسبوع للأنشطة الداعمة، وأنتم مطالبون باشتغال التمارين، لأن هذه التمارين التي نشتغلها قد نصادفها في امتحانات، نصادفها في امتحانات موحدة كذلك. إذا مش وهذا الدرس يكتب على دفتر القسم، يكتب ويراجع، دروس تراجع، مش غير تكتبوا وتسدوا عليه. سي عبد الرحيم أليس كذلك؟ نعم أستاذتي. أنا اليوم لست معهم، أنا ما عجبونيش اليوم. حتى أنا ما عجبونيش أستاذتي، ما لا لا خدامين مزيان، هذا اليوم غادي تشكى وغادي هذا راه ما عجبتونيش. الحصة اللي دوزو قبل منك الحصة العربية كانت رائعة، هذه ما عرفتش علاش، ما عرفتش. بغاو يتخاصموا، بغاو لم أسمع لم أكتب لم. نعم. إذا نواصل أستاذتي. نعم، إذا التذكير قبل نهاية الحصة، إذا للحصول على المسافة، يلا أجوبة بسرعة. من يجيب؟ من غادي نعاودوها راه كأننا نحفظوها. حلوم عبد النور. حلوم. يلا عبد النور، مسافة ماذا تساوي؟ المسافة تساوي، مسافة تساوي المدة في، مسافة تساوي المدة في السرعة المتوسطة. المدة في السرعة المتوسطة، نعم المدة. تنبيه حيدة لمس عبد الرحيم باش ما يقراوها. صافي. نعم هبة الحداد. هبة. المدة تساوي المسافة مقسمة على السرعة المتوسطة. مسافة مقسمة على السرعة. إذا كيف قلت لكم دائما راهي، لكن عندنا لكن عندنا الضرب فعكسه هو القسمة. لأن إذا كانت المسافة تساوي المدة في السرعة المتوسطة، فالمدة سنقسم المسافة على السرعة المتوسطة. والسرعة المتوسطة كيف أحصل عليها؟ عبد الرحمن العمراني. لحساب السرعة المتوسطة نقسم المسافة على المدة. نعم، نقسم المسافة على المدة. أعيد، السرعة المتوسطة هي المسافة التي تقطعها سيارة أو شاحنة أو قطار أو خلال ساعة واحدة. خلال ساعة واحدة هي المسافة المقطوعة خلال مدة زمنية معينة، يعني خلال هنا خلال ساعة واحدة، ونعبر عنها بالكيلومتر ساعة. أستاذة أوشكنا على نهاية نعطي الحل. نعم، ولتحويل دقائق إلى ساعات نقسم على 60. هذا الشيء اللي أرد عليكم ما يتنساش، والدرس يكتب على دفتر القسم. الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى لدينا تمارين، وقبل التمارين سأسألكم عن القواعد. نعطي الحل الأستاذ لهذا التمرين، نظهر الحل. نعم أظهر، راه أعطوني الجواب، كان جواب غير الطريقة، غير الطريقة باش يتبعوا الطريقة. نعم. اللي تطلبها أستاذة. نعم أعطوني الطريقة والجواب كذلك. نعم. البادي لدي السؤال سي عبد الرحيم، سأل ماذا تريد؟ البادي، البادي من ترفع يدها؟ البادي كتبت لدي سؤال. البادي شغل الصوت. البادي شغل الصوت بنتي. نعم أستاذة. تفضلي. هاد الدرس نقول كتبوا مين يعني من الأول يعني مين؟ نعم يكسب راح يمتلحوا لكم، تصيفتوا لكم. نعم زوجة لك تكون عندهم. نعم الدرس اللي كنديره أول حصة يكتب بكامله، حتى هاد التمرين التطبيقي، التمرين التطبيقي درنا فقط باش نشرح لكم إذا كان لدي ساعات ودقائق، هذا هو يتكتب ويبقى عندك، هذا فقط للمراجعة. نعم. إذا الحصة الأولى دائما ما ينجز خلال الحصة الأولى يكتب على دفتر القسم، تمارين تطبيقية منها ما يكتب كذلك على دفتر القسم، ومنها ما تكتب على دفاتر الواجبات. مفهوم؟ إذا التمارين التطبيقية التي ننجزها داخل الحصة
تكتب على ضفط القسم والتي أطلب منكم إنجازها. رأيت من المصححات تنجز على دفتر الواجبات وترسلونها للسي عبد الرحيم. مفهوم خديجة؟ وخست العميرة، احنا دابا في كورونا مزيان. سي العميرة هذا؟ باركين هي ولا نهيلة؟ نعم أنا صفة البابا كنهيلة. إذن أستاذتي لا يسعني إلا أن أشكرك على حضورك معنا هذا الصباح، وأشكر تلامذتي وإن كنت لست سعيدا لأدائهم في الحصة الثانية. أنا كذلك لم يعجبني الأداء هذه الحصة. نعم حتى أنا أستاذة لم يعجبني الأداء، أتمنى أن يتحسنوا في أدائهم وأن يراعوا بأن مادة الرياضيات مادة أساسية وغيكون فيها امتحان، وأنا لا أشك بتاتا أن ستكون هناك مسألة مثل هذه في الامتحان النهائي، امتحان الإقليمي غالبا تلقى مسائل في دقائق وساعات. نعم نعم.